وعايز ارجع معاك برضو نقطه مهمه جدا، سامسون اكينولا. سامسون اكينولا شفناه في مباراه الذهاب الراجل يعني ما لعبش، ما كانش بيلعب في مكانه، فشفناه شويه يمين شويه شمال، عشان طبعا سامسون انت عارف مش هاف، صحيح. سامسون بيلعب في عمق الملعب، يلعب كسترايكر او يلعب حتى تحت السترايكر، يعني هو ده هو ده المركز اللي بيوجد فيه، زي ما شفنا حتى في لقاء دريمز اللي كان هناك كان مقدم مستوى مميز. فانت شايف هل بكره مستر جوميز يلعبوا في عمق الملعب او تحت سيف الجزيري، ولا ما يلعبش خالص ويبقى ابراهيم انضاي او مصطفى شلبي يبدا من بدايه المباراه؟ انت قلت، انا بصراحه هو احنا بشوف ان سامسون الظروف اللي اضطرتني ان هو يلعب، يعني هو لعبه كان نتيجه، ما هوش فرض، هو ما فرضش نفسه بصراحه. فلو بنتكلم تحليليا وارقام، انا بشوف ان نضاي هو اللي لو شلبي ما لعبش كوينج بكره يبقى وجود نضاي احسن، هيديك كمان. انت من وجهه نظرك ان نضاي هو اللي نضاي هو اللي يبدا كوينج بالظبط، لان حتى في المباراه اللي فاتت لما نزل كنت بشوف ان كان ممكن الجزيري يرجع احسن وكان ينزل ناصر منسي او اوباما، ده كان في المباراه اللي فاتت لما في نزوله، ولكن انا بشوف ان بكره ممكن ابتدي من البدايه بوجود مصطفى شلبي كوينجر، ده احسن يديك العمق الجانبي، وكمان لو مش هيلعب مصطفى شلبي يبقى نضاي، نضاي يقدر يديك العمق الجانبي من الناحيه الشمال، وكمان بيديك الطمانينه لان انت احمد فتوح مغطي ورا. ولو تبادلوا الاثنين، احيانا بيبقى في تبادل ما بين المدافع والوينج كليفت باك، فانت هتلاقي احمد فتوح هو اللي يزيد ونضاي بيقدر يقف ويقدر يديك الامان الدفاعي في الناحيه الشمال. طب انت شايف بكره سامسون يلعب كراس حربه صريح تاني جنب سيف، ويبقى في تغيير لطريقه اللعب، ولا ما تعتقدش؟ لو اضطرينا، بس اعتقد مش هتحتاج. هو سيف الجزيري لوحده بالظبط، سيف الجزيري، وانت عندك كمان اثنين تغيير برضه، انت عندك ناصر منسي يقدر يديلك في كمهاجم، او اوباما كمان يديك لو انت اضطريت، او تلعب حتى كبوزيشن 10 حد فيهم، يعني اذا انت عندك بكره الخيارات موجوده في راس الحربه موجوده، ولكن هي انت عندك المشكله كوينج، كان هي دي الاختلاف عليها، مصطفى او انضاي او بالظبط ترافيس موتيابا او موتيابا بالظبط. بس انا اعتقد هيبقى رقم 3 هو موتيابا، رقم 2 نضاي، شلبي هو رقم 1 لو جاهز 100% عشان كانت الاصابه الضمه، بس فالضمه بشويه بتبقى اصابه ريسك. يعني لو رحنا لنص الملعب، شايف التركيبه اللي تنفع نص الملعب بكره، هل زي مباراه الذهاب ولا مباراه العوده وانت عايز تكسب وانت عايز تضغط بيبقى ليها حسابات ثانيه؟ بص، انا اتكلمت معاك من شويه وقلت لك من ما انتهينا المباراه اللي فاتت، فشايف ان وجود محمد شحاته في نص الملعب ده اساسي، وان هو كمان بيقدر ينزل يستلم كمجهود كمان كبير، صحيح، وبيسهل على المدافعين. انت عارف لما عندك لعيب بيربط الخطوط مع بعض بيسهل عليك، يعني بالك يا بالي دور برضه ان هو يغطي على فتوح شويه، يغطي على عمر جابر بالظبط، وهو بيقدر وجوده، هو الحقيقه لعيب مقاتل، يعني شفناه في كذا مباراه، في المباراه اللي فاتت بياخد كوره وبيقوم يكمل، في المباراه اللي قبلها بينزل على الارض بيلعب كوره بالهيد، ويمكن كل يعني خليني اقول لك ان يعني الحمد لله انا معاكم من فتره قلت على محمد شحاته كده لازم ياخد، لازم يبتدي ولازم يديله فرصه، وكان كمان مهاب ياسر برده قلت لعيب غير متوقع، لعيب لما بياخد الكوره لعيب مهاري وبيمتاز بالشوتنج ولعيب غير متوقع في الكوره، ما تعرفش هو هيروح فين. بس انت شايف شحاته ان هو جاي في مستقبل نادي الزمالك في بالظبط، وابتدى عايز اقول هو لعب مباراه من احسن مبارياته هو احمد حمدي المباراه اللي فاتت، فبشوف ان طبعا اكيد بكره من البدايه مع دونجا هيكون التامين، الثلاثه بيمتازوا بان واحد منهم يعرف يربط الدفاع مع خط الوسط، وهو هو محمد شحاته بيقدر ينزل، احمد حمدي هيربط خط الوسط بالهجوم، كمان دونجا بقى هيديك التامين الدفاعي، وبيمتاز لانه بيعرف يطلع الوينجين وبيمتاز بالتسديد برضه، التسديد بالظبط، يعني لو لبست في وش رجله وراحت انت عارف هو بالظبط. طب ويعوضنا عشان احنا كمان محتاجين الشوتنج، لان زي ما قلنا في مباراه الذهاب انت دايما الوقت اللي خارج الارض بيبقى عندك الحلول بتبقى اقل شويه، فانت بتعوضها بالتصويب بالزبط. فانت بكره التصويب ده هيبقى رقم 2. دي تعليمات بقى اكيد مستر جوميز اللي اكيد التعليمات الفنيه، المحاضره الفنيه مع اللعيبه قبل المباراه. طيب شايف مين اللي بكره لو في حالته واللي لو فايق بلغه الكوره يرجح كفه نادي الزمالك في المباراه؟ بس محتاج كل الفرقه تكون في تركيزها، حتى بدايه حتى من عواد، يعني لازم كل الفرقه بكره تكون في تركيزها 100%. وطبعا الجزيري رقم واحد، لازم الفرص اللي جالنا بكره الفينشنج على الجول ده مهم قوي، يعني الفرص، عشان هو خليني اقول لك برضه النهارده البركان في الشوط الثاني مش هتلاقيه. الجزيري ساعات بيضيع السهل وبيجيب الصعب، ويجيب الصعب زي ما انت شفت في المباراه هناك، ضيع الاولانيه عمل اللي عليه، بس هي سهله اسهل من اللي هو جابها. صحيح. بس يعني انت في المباريات النهائيه خالد بتبقى انت عايز كل فرصه بالظبط بهدف، تستغل انصاف الفرص بالزبط. دي ما فيهاش تعويض بالظبط، لانها مباراه مش يعني الفرص مش هتتكرر كتير، وهتلاعب خصم ما تعرفش ظروفه، ما تعرفش ظروف الحكم، انت بتحاول تضغط بكل ما اوتيت من قوه، ولكن الفورميشن في الملعب
الملعب لازم يكون ظابط من البدايه زي ما قلنا. الشوتنج التشكيل من البدايه، الشوتنج ده حل موجود مهم. الفينشنج على الجول، اللعيبه في الوقفات عشان تمركز بالظبط، الركنيات اللي عليها، والاثنين فول باك يعني خبرات حمزه المسلوسي مع مع, مع 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 حماس وشباب حسام عبد المجيد، محترينهم الاثنين. سرعات حسام، حسام بيعرف يتعامل مع الكور العرضيه. اعتقد ان المباراه على ملعبنا هيبقى في ثبات، في استقرار، في ثقه في النفس اكتر، في جرينتا بالظبط. اللعيبه بكره لازم تظهر بقى وتبان. وشفنا الفيديوهات اللي منتشره على السوشيال ميديا، الطفل اللي بيوجه رساله للطفل اللي كان مع زيزو امبارح بالظبط، وحضر كان كتب له رساله وقال له احنا عايزين يوم الاحد البطوله. فبالتالي بشوف كل دي عوامل محفزه ومثيره بالظبط. وكمان بتلاعب فرقه زي ما قلت لك، يعني عايز اقول لك برضه خالد، ما هياش الفرقه الصعبه، احنا زي ما قلنا ان هي جايه من فوز على المغرب التطواني 3-2، بتتكلم في فرقه متمرسه في البطوله وعندها خبرات البطوله صحيح، بس ما لعبتش السيمي فاينل وطلعت من الكاس في دول 32. احنا لازم برضه نقول ده، يعني انت بتلعب فرقه في المتناول، وده خد اللي مأثر عليهم في العمل البدني بالظبط الشوط الثاني، وده ممكن احس لسه قايلين ان هم ما عندهمش مخزون بدني، وقفوا على رجلهم 90 دقيقه. عشان كده بقول ان لو الهدف اتاخر خلال اول شوط وهم كانوا واقفين على رجلهم كفرقه ومركزين في التكتل الدفاعي والكور المرتدات السريعه، فالشوط الثاني هتلاقي فيه اهداف بغرزه. هم برضو خد بالك من الحاجات المميزه بالنسبه لهم اللي بيقدروا يلعبوا عليها، قصه الهجمه المرتده او الكونتر انتاك، التحول الدفاعي للهجومي بيعملوه بشكل مميز جدا. فانت شايف برضو مستر جوزيه جوميز ازاي بكره يقدر يعني يخلص على الحته دي او يوقف الحته دي بالنسبه لنادي الاهلي البركان في التمركز، التمركز وتبقى عايز سرعات ورا والتحرك عندنا بدون كوره، ده مهم جدا. يعني احنا في المباراه اللي فاتت كنت بشوف ان كان في بطء في التمركز، واسف بطء في التحرك بدون كوره. التمركز لو يتظبط شويه زي ما قلنا، الفورميشن في الملعب يتظبط، التركيز، احمد فتوح برده في المباراه اللي فاتت بشوف ان مش يعني ايه عنده الافضل والاحسن، ما كانش التركيز قوي في المباراه اللي فاتت. كل اللعيبه لو بكره في مستواها، انا مش عايز اقول ان احنا عايزين نبقى، لا بس انا بكلمك عن فكره الكونتر اتاك بالنسبه لاي فريق. يبقى انت كفريق انا لازم اوقف سرعات ورا، صحيح، سواء عمر جابر سواء حمزه انت عارف الستارت سبرنت عنده مميز جدا في حال الهجمه المرتده من نادي نادي بركان بالظبط، صحيح. الاربعه مع اللعيب نص الملعب اللي بواقف ثابت، احنا قلنا بكره هيبقى في دونجا اساسي موجود في نص الملعب، مش حتى بيرجع مع بيربط مع المدافعين وبيقابل وبيقطع، ولعيب فايتر ولعيب ستوبر للفرقه الثانيه، فده هتقدر توقفهم. بشوف ان مش صعب، هم عندهم برضو عشان نشير يعني نقطه الاجاده عندهم، او الربع ساعه اللي نهضت بركان بيريد فيها حرز اهداف، هي الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني اللي هي الربع ساعه الرابعه في المباراه. بيكون في تركيز من مدربهم معين الشعباني من بره في تعليمات ما بين الشوطين، برضو بعض الاحصائيات يعني انت شفت الماتش اللي فات الشوط الثاني كله، عايز اقول لك ما احنا جبنا يعني هدف في الربع ساعه اللي هم الاقوى فيه، وده اربك حساباتهم. يعني انت جبت جون بدري في اول ثلاث دقائق من الشوط الثاني، فده انت جبت ربع ساعه بس. حتى لما شفت الاعاده كذا مره، هم الحقيقه كانوا نازلين مركزين في الربع ساعه دي ان هم يحرزوا الهدف الثالث عشان يقتلوا المباراه، صحيح. فانت بغتهم في الهدف ده فاربك الحسابات تماما، همدهم شويه بالظبط، ده همدهم تقول لك اربك الحسابات ان شاء الله بكره ده لو حصل باذن الله، لو نادي الزمالك احرز هدف في اول ربع ساعه اول شوط هيبوظ كل حاجه بالنسبه لهم، هم هيفتحوا خطوطهم، هيبقوا عايزين يهاجموا عشان يعوضوا عشان الهدف يعوض. فانت ممكن من هنا تقدر تزود بالظبط وتحرز بقى الهدف الثاني والثالث والمباراه تمشي معاك زي ما انت عايز. طيب